بيوغوس. بيوغوس اللي على بالوش سي كريم فوليمينوز تزيد لكم في المناطق وين راكم حابين. حاجه المليحه سي كو كاين باطا سبيسيال فيزاج وباطا سبيسيال لو كور. الفيزاج تحبوا تزيدوا في خدودكم، وكاين هذه اللي سبيسيال لو كور تقدروا تستعملوها في اي منطقه انثويه، في اي منطقه راكم حابين تزيدوا فيها. هذا المنتوج 100% طبيعي، هي من الكوت ديفوار، في زبدة شيا وفيه بزاف مكونات رائعة. طريقة الاستعمال تاعو سهلة سهلة بالصح، لازم ديروها نقطة بنقطة وبحذافيرة باش تشوفوا النتائج. الحاجة الأولى دوشوا ولا تجيبوا سربيتة سخونة وتحطوها على الأماكن اللي راكم حابين ديروا فيها ولا تزيدوا فيها الفوليوم، تاخذوا شوية منه وتدهنوه وديروا له مساج خفيف باش يدخل المنتوج داخل الجلد، ومن بعد ترقدوا به غدوه من ذاك تنوضوا صباح لازم تغسلوه بالماء البارد. راهم دايرين عرض بزاف بزاف شباب، تشرو زوج بايض يعطوكم الثالثه مجانا، وكي تشرو ربع بايض يعطوكم ثلاث بايض زايدين مجانا. دونك استفيدوا من هذا العرض، نخليكم لو ليان لهنايا، نخليكم لاباج تاعهم لهنايا باش تدخلوا عندهم وتشوفوا الافون ابري. زيد حبيت نوه لنقطه اخرى اللي دائما نقولها لكم، واللي هي كل كور كيفاش يرياجي مع الاشياء اللي تدخل له. دونك كاين ناس تحتاج باطا، كاين ناس تحتاج زوج، كاين ناس تحتاج حتى لست بايض باش يشوفوا النتيجه، وكاين ناس من باطا وحده شافوا النتيجه. دونك الاختلاف تاع الاجسام لازم ديروا له حساب.